مع الشيخ يسكنن ولدك بسرهم ترى لمزاحة فاتك من الشير غضباني يوم عمتك ترى لمزاحة وانت على مزاح غضباني قالت مخاباني غرفتين ليوسف ودع بيج يسكنهن قال ودع بيج بالدرزن صحون وابغى غرف صايغ يسوق ومدقصتني علي عن الباز بشكي عليك وشكي مرضعوك صابتني يا ابو علي عاد بشكي عليك من هالمهان اللي صابتني الحين ابا بيت وابغى غرف عقب ما دفرتني ودقستني قلت له نايم وانا حلمت ميت يمين وصمغ شريته ومع القاضي ولدك مع الطبل ما دفريته لا تبيع بيتك وعتباني قالت ودع بيت ما دفريته لا تشكي وعتباني خاطف طريق مشي منه ويوسف يوابه مشي منه بتحلف بخا تقول ميت يمين كان بتقرب مع القاضي قال لا يسبقك عاد لو حلفات نازع تشاوي ولا حجبي عوق فال عين خالق مات منهن غزولك ما بي عيبك بتفرح يلن قالوا خالق مات اعرفك ما بي عيبك انا مقبل يمين لو حلفات اقول تفرتني ولا حجبي قلت لك خلاص اقول لخالي شويه عندي خروف في قلبي روحي قال روح قلت له ضربني بصوت المود تشب طلعني عم خالعين ضربني بصوت المود تشب ولي ناصح البنت ليه عدت ولدك يشاوي المود داكي ولي ناصح البنت ليه عدت يا يوسف ما هاي المود داكي لي ناصح البنت ليه عدت عدونا معي سيف يل سنين ولي ناصح البنت ليه عدت أول معي زين يل سنين ولي ناصح البنت ليه عدت عدونا واستاذكم أمس يل الأسباب ولي ناصح البنت ليه عدت يا ليت الزعل عادي الاسباب ولي ناصح البنت ليه عدت عن القرنفة المبرويحة ولي ناصح البنت ليه عدت ونار المودة مبرويحة ولي ناصح البنت ليه عدت قفي ودعاها المودة تشب يلا لو تذوب ليه عدت قال ودع بيت المسافر الهندك اليمراك يقولوا ما ياكل خنازية شركه انا خطفت كم وكم يقولوا ما ياكل خنازيه دراجات الود كم وكم يقولوا ما ياكل خنازيه عنا شيرهم قتل 200 يقولوا ما ياكل خنازيه ودرب المود قتل 200 يقولوا ما ياكل خنازيه خطفنا عوز تاج شيبنا يقولوا ما ياكل خنازيه احنا قبلك الود شيبنا يقولوا ما ياكل خنازيه مينون ليله لك اليمراه ويقول بسرة خنازية.